أعزائنا مشاهدي البابلية، سعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم وأسعد الله أوقاتكم. أهلا ومرحبا بكم في برنامج عرب وقضايا، كما ونرحب باسمكم بالدكتور فاضل الزعبي. أهلا ومرحبا بك دكتور فاضل. دكتور فاضل ممثل الفاو في العراق، سيكون ضيفا على قناتنا وعلى برنامجنا هذا لنناقش وإياه الدور الذي تلعبه الفاو ومكتبها في العراق، منظمة الزراعة والأغذية. فمنظمة الزراعة واحدة من المنظمات الدولية الفاعلة في تقديم الخدمات والعون والخبرات التقنية وتقديم الدراسات والاستشارات للدول الأعضاء فيها، كما أنها تؤشر على حجم المشكلات الزراعية على مستوى العالم وتحذر دوما من مخاطرها على توفير الغذاء للسكان وانعكاس ذلك على اتساع دائرة الجوع والفقر، وهي تركز على أهمية تأمين الحبوب اللازمة لصناعة رغيف الخبز الذي يبعد شبح المجاعات. مكتب المنظمة في العراق قدم خدمات واسعة بالتعاون مع الجهات العراقية المعنية في وزارة الزراعة والقطاعات الأخرى المسؤولة عن ملف الزراعة. سنناقش دور هذا المكتب ونشاطاته وما قدمه للعراق، لكن بعدما نستمع للتقرير التالي سنعاود مناقشتنا مع الدكتور فاضل، فلنستمع معا للتقرير. الزراعة أولا يا عراق. قامت أقدم الإمبراطوريات وأقواها في وادي الرافدين على الزراعة، وهي منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم تشكل محورا لاقتصاديات الكثير من الدول. صحيح تراجعت نسبتها في الدخل القومي أمام الصناعة والاقتصاد الريعي، كما هو حاصل لدينا من صادرات البترول. أما لماذا الزراعة أولا يا عراق؟ لأنها تنتج احتياجات الناس الغذائية وتقي الناس الجوع، وبذا تؤمن الاستقرار الاجتماعي والسياسي. لماذا الزراعة أولا؟ لأننا نملك كل المقومات، من الأرض الصالحة إلى المياه إلى الخبرات والكفاءات، ثم الموارد المالية اللازمة للتمويل. لذا يجب أن نبدأ في إنتاج الحبوب والمحاصيل الصناعية، فإنتاج الحبوب بما يكفي لإنتاج الخبز وأعلاف الثروة الحيوانية سيوفر اللحوم بكل أشكالها وسيوفر مشتقات الألبان، وبذا نكون أسقطنا شبح الجوع وأمننا للعراقيين احتياجاتهم الأساسية. أما المحاصيل الصناعية والثروة الحيوانية فإنها توفر المواد الخام اللازمة للصناعات التحويلية، ولأننا دولة نملك عوائد مالية كبيرة يجب أن نركز على إنشاء وتمويل كل الصناعات التي تخدم وتساعد على تطوير قطاع الزراعة والري، من إنتاج المكائن والمعدات وتأهيل كل الخدمات والبنى التحتية لهذا القطاع. صحيح أن البنى التحتية ضرورة لكل أشكال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المترابطة، لكن علينا إعطاء الأولوية للقطاعات المنتجة والزراعة في المقدمة، والحبوب والمحاصيل الصناعية لها الأولوية على كل زراعة. هل يعقل أن تصل موازنتنا نحو 500 مليار دولار منذ 2003 وحتى اليوم وتبدد على الإنفاق الجاري، والنسبة الاستثمارية ضئيلة ونسبة القطاع الزراعي لا تذكر؟ الموازنة تسرق وتبدد على وهم وأكذوبة الأمن والدفاع، فلا أمن ولا دفاع تحقق. الأمن والاستقرار الحقيقي يكمن في دوران عجلة التنمية، وفي مقدمتها التنمية الزراعية، فهي نصف الطريق للاستقرار والأمن وكل الطريق للحرية والسيادة. فالأمة التي لا تنتج غذاءها لا تملك قرارها. إن ما يجرى من فساد وتدمير ممنهج للبنى التحتية وتدمير للقطاعات المنتجة وفي مقدمتها الزراعة، وتبديد وسرقة الأموال عبر إنفاق وتنمية غير منتجة، هي إفراز لسياسات الاحتلال والحكومات المتعاونة معه، وهي قطعا لا تملك إرادة بناء تنمية منتجة تفضي للاستقرار والسيادة. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وأهلا بضيفي في الاستوديو دكتور فاضل. أهلا ومرحبا بك دكتور. دكتور، استمعت معنا إلى التقرير، هل لديك تعليق على التقرير قبل أن ندخل في حوارنا وأسئلتنا؟
حقيقة التقرير جلب انتباهي إلى نقطة أساسية ومهمة وهي الأمن الغذائي. ركز التقرير على هذا الموضوع وركز أيضا على جانب الإنتاج الزراعي وزيادته وبالذات المحاصيل الاستراتيجية كالحبوب وغيرها. ما أعجبني في التقرير ربطه لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية بالمحاصيل الصناعية والتي تؤدي إلى زيادة الصناعات الغذائية، وهذا طبعا حتما يؤدي إلى زيادة فرص العمل والتشغيل وزيادة الدخل وزيادة القيمة أيضا على المنتج الزراعي. هذه العوامل كلها التقرير كان ذكي بطرحها حتى تستطيع أن تجعل الاستثمار في القطاع الزراعي مغري ومجزي لمن يرغب في ذلك. نعم. يعني ترد كلمة الأمن الغذائي دوما، ما المقصود بالأمن الغذائي؟ الأمن الغذائي هو ببساطة حصول كل فرد من أفراد المجتمع أو الشعب على ما يلزمه من سعرات حرارية لازمة لحركته اليومية ولعيشه. إذن لابد لكي يحصل على هذه السعرات من أن يتناول عدد أو كمية محددة من مختلف الأغذية التي تؤمن ذلك، وهذا لا يؤمنها إلا وجود هذه المواد سواء عن طريق الاستيراد أو الإنتاج. وكلما زادت قدرة البلد على الإنتاج وتخفيف نسبة المستورد منها زاد وضعها أو وضع الأمن الغذائي فيها أمانا واطمئنانا، وكلما وصلت إلى حد الاكتفاء بمنتجاتها كانت في وضع أمن غذائي كامل وشامل. يعني الأمن الغذائي يعني أفهم من حديثك أن الأمن الغذائي قسمين، أمن تأمين احتياج الفرد لكي يديم الحياة والعمل والآخر من السعرات الحرارية، نعم، وأمن الدولة كدولة في تأمين احتياجات المجتمع كمجموعة أفراد. يعني هناك أمن له علاقة في الدولة كدولة في تأمين الاحتياجات، وهناك أمن خاص له علاقة بالفرد. نعم، ومجرد قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي لأفرادها أصبحت تملك قرارها بيدها. تخيل وضع دولة محددة تستورد 70-80% من إنتاجها، وعند حصول أي أزمة أصبح قرارها مرهون بالسوق العالمي، قرار الاستيراد، وهذا يؤثر حتما على الأمن الغذائي للمواطن. إذن هما قضيتين، الأمن الغذائي هو مفهوم واحد ومترابط، حتما كلنا نسعى إلى أن تكون الدولة تملك قرارها وتملك إطعام مواطنيها. طيب، الحديث عن الحبوب بشكل أساسي، يعني الدول التي تحتكر إنتاج الحبوب اليوم في العالم محدودة، يعني هي الدول الأكثر صناعة في العالم، هي الدول الأكثر تقنية، هي الدول الأكثر تقدما. يعني ألا ترى في استخدام الحبوب في مرحلة من المراحل يعني أو احتكار إنتاج الحبوب والسوق العالمي للحبوب واحدة من مشكلات الدول في تحقيق الأمن الغذائي؟ يعني دعني أميل إلى استخدام كلمة وجود الظروف المهيئة لبعض الدول لإنتاج كميات هائلة من الحبوب وكبيرة تكفي لضخها في السوق العالمي حتى تسد احتياجات الدول التي لا تستطيع إنتاج هذه الحبوب أصبح مرهونا بالسوق العالمي وارتفاع الأسعار. وارتفاع الأسعار إحدى المشكلات الكبيرة التي تواجه الأمن الغذائي، لأن هذا يحد من قدرة البلد على الاستيراد، على تأمين الاستيراد. وبالتالي لا أريد أن أتطرق إلى التغييرات المناخية وإلى أنا عندي سؤال في هذا الاتجاه، لا أريد أن أتطرق إليها في هذا الوقت، لكن أريد أن أركز بأن هناك الكثير من الدول التي تستطيع أن تزيد إنتاجها من الحبوب بزيادة الاستثمار في هذا القطاع وبتغيير نوع من السياسات المستخدمة في إنتاج الحبوب بالذات.